مش لوحدك. التغذية بالطريقة العشوائية والغير سليمة تؤدي إلى أمراض ومشاكل في جسم الإنسان نحن في غنى عنها. معاكم هنعرف إيه أنواع الأكلات اللي بيها هنقدر نقلل أو نؤجل حدوث مرض الزهايمر، وكمان هنعرف طريقة تنظيف وطهي البقول بأنواعها اللي من خلالها بنتخلص من المواد الكيميائية اللي موجودة جواها اللي بتسبب مشاكل وأوجاع في المعدة، وهنتكلم عن طرق غذائية أخرى مختلفة. ضيفة الحلقة أخصائية التغذية سامية خليل، البرنامج أعداد وتقديم إناس خليل. انتظرونا في الأوقات التالية. مش لوحدك. مش لوحدك.